نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء ومشاهدين قناه كويت سبورت وبرنامج كروسفيت. وياكم الكابتن حسين سعد، مدرب كروسفيت. راح نتعلم اليوم في هذه الحلقه واحد من التمارين المهمه في لعبه الكروسفيت، وهو تمرين البيربيز. البيربيز واحد من اكثر التمارين وجودا في البطولات، اكثر التمارين وجودا في تقريبا كل المنافسات. البيربيز هو واحد من التمارين السهلة اللي أنا أسميها بالنسبة لي السهل الممتنع. تمرين سهل ما يحتاج منك ولا شيء، ما في أي إكويبمنت تسويه، ولكن يرفع الهارت ريت بشكل وايد كبير. نلاحظ إنه إذا أنتم ملاحظين أغلب التمارين اللي تقرب فيها من الأرض بعدين تنط بعيد ترفع الهارت ريت بشكل وايد سريع. أي تمرين يكون عكس أو تروح الجاذبية الأرضية بعدين تبعد عن الجاذبية الأرضية أو عكس الجاذبية الأرضية رح يرفع الهارت ريت بشكل سريع. فنشوف التمارين، هذا التمرين الأندية أو البطولات يدخلون هذا التمرين بهدف التركيز على رفع الهارت ريت. هذا التمرين إذا تعلمت تسويه بأقل جهد ممكن، أنا أضمن لك إن رح تتفوق في كثير من البطولات، لأنه موجود تقريبا بأغلب البطولات. البيربيز هو عبارة عن أربع حركات مركبة مع بعض. الحركة الأولى هي الجمب، الحركة الثانية اللي هي البلانك، الحركة الثالثة السكوات، والحركة الأخيرة البوش بريس. فهذه الحركات الأربعة المركبة تعتبر تمرين البيربيز، ولكنك تسويها أنت مع بعض. تمرين البيربيز فيه أكثر من نوع، في البيربيز العادي، وفي بيربيز أوفر بار، وفي بيربيز فيسنج بار أو فيسنج روور مثلاً. فهذيل الثلاث تمارين، في كذلك بيربيز أوفر بوكس. فدائما يحطون تمرين البيربيز اذا حبوا في البطوله هذه يزيدون من التعب والتحمل عند اللاعب، راح يحطون له بيربيز مع شيء ثاني، مثلا بيربيز اوفر بوكس، فانت تنط البوكس وتسوي بيربيز. كل ما تعلمت انك تسوي بيربيز باقل جهد effortless راح تتعلم انك تتفوق على منافسينك في التمرين او في البطولات. خلونا نشوف تمرين البيربيز شلون نأديه. بتمرين البيربيز كل ما كانت حركتك أقل، كل ما كان التعب أقل، وبالتالي أدائك أفضل. أول شيء أسوي لتمرين البيربيز أني أحاول أن أحافظ على رجل واسعة. فالتمرين مثل ما قلنا هو عبارة عن أربع حركات، الحركة الأولى النزول للأرض، والحركة الثانية البوش بريس، بعدين سكوات وجمب مثل ما أنتم شايفين. هذا تمرين البيربيز. شلون اتفوق فيه؟ اني اتحرك اقل. اول شيء حاول انك لا تكون القدم قريبه من بعض، حاول تكون بعيده. ليش؟ عشان المدى الحركي لما تدفع القدم للخلف يكون المدى الحركي قليل، حتى لما تسحب القدم من الخلف للامام يكون المدى قليل. كل ما كانت ريلك واسعه كل ما كان حركتك اقل. بعدين حاول انك انت تقلل من الحركات، فقط انزل وادفع القدم الى الخلف، بعدين اسحبها وقوم مع الجمب. نعيده مرة ثانية عشان تشوفونه بشكل واضح. 1 2 3 4. اوكي، فهذا تمرين البيربيز. زين، قلت لكم في البطولات يحطون بيربيز مثلا اوفر بار او بيربيز فيسنج بار. خلونا نشوف. بالنسبة حق تمرين البيربيز اوفر بار، حاول انك ما تبدا البيربيز من هني لان راح الوزن يضايقك. حاول تكون القدم هني لانك انت راح تنط الوزن. خلونا نشوف. هذه الطريقه، فحاول القدم تكون بالنص، حاول ما تكون بعيد عن البار عشان ما تستخدم اكثر من حركه، انك تكون وايد قريب من البار. الجمب حاول القدمين مع بعض، واللاندنج كذلك مع بعض. النوع الثالث من البيربيز واللي يسمونه بيربيز فيسنج بار او فيسنج راور تقريبا، انك انت تكون مواجه للبار ويكون في خط فاصل بالنص، يكون تقريبا جسمك بالنص بين اليمين واليسار وتكون بعيد من البار. خلينا نشوف هذه الحركه. مثل ما قلت لكم القدم تكون واسعه، احاول اقل مدى في دفع القدم للخلف وسحبها للخلف، واحاول لما اصعد اروح بقدم واحده اقرب للبار
علشان أوفر الجهد. خلونا نشوف. مثل ما أنتم شايفين، عشان يكون الفلو حلو حاول أنك كأنك صاعد على لوح أمواج بهذه الطريقة. لما تقوم من البيربيز، مجرد ما تقوم ادفع واحدة من الأقدام إلى قريب من البار، لأن لما تكون القدم هنا أنت محتاج أنك تاخذ خطوة بعدين تنط. فحاول أنك لا، مجرد ما تصعد فوق كأنك راكب لوح أمواج، تكون قريب من البار حتى الفلو مالك يكون شكله حلو والحركة مالتك إيفورتلس، بجهد أقل وتكون أفضل. أعيدها وياك مرة ثانية. تمريننا اليوم اللي راح نتمرنه بعد ما تعلمنا البيربيز راح يكون 21-15-9. 21-15-9 من التمارين المشهورة في لعبة الكروسفيت ونشوفها دائماً تتكرر في البطولات، وهو أنك تلعب التمرين 21 مرة بعدين 15 بعدين 9. مثلاً الحين عندنا ثلاث تمارين، الأول راح يكون كالوريز، فراح نلعب 21 كالوريز على البايك، بعدين راح نلعب 21 ثراستر، بعدين راح نلعب 21 بيربيز أوفر بار، بعدين راح نلعب 15 بايك، 15 ثراستر، 15 بيربيز، 9 بايك، 9 ثراستر و9 بيربيز. التمرين تقريبا راح يكون التايم كاب 15 دقيقة، راح تحاول انك تخلص التمرين باقل من 15 دقيقة. نشغل التايمر ونبدأ التمرين. لعبة الكروسفيت تعتمد على القوة والمرونة واللياقة والتحمل والسرعة، فهذه اللعبة واحد من المكملات المفيدة بالنسبة حق الرياضيين اللي يلعبون هذه اللعبة. الكرياتين، الكرياتين يزيد من انقسام الخلية العضلية، يزيد من حجم الخلية العضلية أو نواة الخلية العضلية، كذلك يزيد في القوة ويزيد في التحمل. فإحنا نحتاج أن احنا ناخذ مكمل الكرياتين، لأنه واحد من المكملات اللي من الصعب احتياجنا باليوم 5 جرام من الكرياتين. من الصعب علي أنا أني أخذ 5 جرام من الكرياتين يومياً من الأكل، فلاعبين الكروسفيت يحتاجون أن يأخذوا مكمل الكرياتين عشان يزيد من بناء اللياقة البدنية عندهم. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة، أتمنى المعلومات اللي فيها كانت مفيدة بالنسبة لكم. تابعونا في حلقات قادمة وإن شاء الله مواضيع مميزة.